مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده. اليوم عندنا مفاجاه كثير حلوه والجمهور كله ينتظرها. معانا اليوم نجم ستار اكاديمي رافائيل جبور من لبنان. اسعد الله مساك حبيبي. حبيبي اخ علي، اهلين اهلين. رافائيل حبيبي، اليوم نورتنا واليوم شرفتنا، واليوم انت مفاجاه. كثير من الفاز قاعد يتكلمون ينتظرونك، وكثير طلبات عليك. ايش حاب تقول، توجه لهم تحيه في البدايه؟ اول شيء حبيبي بقول مساء الخير لك، مساء الخير للجمهور اللي عم يسمعنا. هذا لذيذين. حابب اقول احلى فانز اللي بحبهم كثير، وشكرا على الدعم، يدعموني خلال البروجرام وينتظروا مني. لا لا احنا لا مستحيل يكون، بس شيء اوكي. بشكركم وحابب بشكر كل الناس. أوكي. غير سؤال. بشكرك على استضافتك إلي بهذا البروجرام الحلو واللذيذ اللي ياخذ اصداء كثير حلو. رافائيل جبور، خليني ابدا معك بالحديث على طول. يعني انا السؤال لازم يكون للضيف اول ما يجي، تجربتك الستار اكاديمي ايش ممكن يعني تلخصها باختصار؟ اول شيء بلخص تجربتي بستار اكاديمي بانه اول شيء بلخصها بالنجاح. عنوانها يعني خلاصتها اني انا بنجاح وبجهد واجتهاد وتعب. بلخصها بكلمه واحده، انه هي معمل فنان، معمل فن. اذا انت عندك نتفه فن تظهر عندك كثير فن. طيب بشكر وبختم الحلقه. انا عندي سؤال، يعني كل الناس دائما بيسالون على الهاشتاجات عندنا، يعني ما شاء الله تبارك الله الهاشتاج عندنا ما يوقف. بس في سؤال لفت انتباهي شويه. الحين انتوا في الاكاديميه بتجلسوا 24/24 وكاميرات، يعني ما بتحس انه 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 صعبه انه كل واحد يشوفك على كل شيء انت تسويه، سواء زعلت احيانا ما تتصرف المفروض المطلوب عشان الكاميرات وكذا؟ يعني هذا بتشوفها صعبه عندكم؟ اكيد بتشوفها صعبه، وكمان فيها نقطه قوه انه اذا عندك تع طبيعتك العالم حتحبك، واذا حبت طبيعتك هذا كمان زياده عن فنك حيزيد لك معنويا عالم وقتش حب الافكاري. عيد السؤال. خلص اذا ايه صعبه بلاقيها صعبه. ضريب معنا ضيف ضريب، تخيل تقلب عليه الضيف ضريب. بلاقيها صعبه وبلاقيها انه هي نقطه ايجابيه اذا انت قطعت طبيعتك، وكيف اذا العالم حبتك على طبيعتك، يعني انت عم تزيد على فنك وعم تزيد على جمهورك. تفضل اكيد هانيت ان شاء الله. تفضل. رافائيل، يعني بمشوارك اللي قطعته في الاكاديميه، انت توقعت انه انت في يوم من الايام بتقدم الالوان اللي انت قدمتها في الاكاديميه؟ واذا انت تتكلم عن الالوان اللي تكلمتها في البرايمات، يا ريت تغني لي شيء انت يعني حبيته اكثر شيء. اول شيء بشكرك على السؤال الحلو، وبحب عند هالنقطة وجه تحية لأحلى أساتذة رفقوني منيحة. أنا ممكن أوجه لهم تحية أنا كمان من هنا، من تحية لأحلى أساتذة، أحلى تحية رفقوني من أول توقع مدام كارلا، ليسلي، مدام ماري. ما شاء الله تبارك الله، أنا متابع جيد على فكرة البرنامج. أنت إيه؟ أوكي. بحب أشكرهم كل قلبي وعلى الفرص اللي خلوني اللي عطوني اياها لاطلع اقدم كذا لون. واكيد الواحد ما بينجح بكل، لازم يركز على لون معين اللي حبه فيه الجمهور اكثر شيء. وانا لفت نظري على الموضوع انه انا حبيت بعد راي الجمهور اكيد وراي الاساتذه، انه بالشعب المصري الخفيف باللبنان الشعب هيدا زي ايش يعني مثلا سمعنا شيء يعني مثل يلي ليلي 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 الدنيا ماشية بظهرها حطيت علي وقالت لي لما سألتها انت الضحية حرام يا الدنيا مش كده ده كتير علي كل ده
ما تاخدينيش كبشي فدا، انا مش هفيه، انا بتقطع من جوايا ونصت من الفرح، وانت يا دنيا مش فاكراني غير في النار والجرح، انا بتقطع من جوايا ونصت من الفرح، وانت فرحني. شكرا. آه شكرا شكرا.